ممكن ديري لاباس، اش اخباركم؟ صحه لاباس؟ تعودوا اموركم بخير؟ ما شاء الله جيت نخدم معكم هاد السلات ديال توجد ديال المناسبات. ممكن تشوفوا انا عندي هنا واحد السله خاويه غادي تبيعوا في المتاجر هكايا ديال داكشي ديال الورود او اللف، داكشي ديال المهم كاينين في الخبازات موجودين. هادي عطاتهم ليها واحد صديقة ديالي اللي عندهم شي مناسبة، سالو منهم قالت لي غادي تحتاجيهم. قلت لهم ان شاء الله نديرو واحد ديكور بيه. وكل انسان اللي عنده شي خطوبة، اذا كانت مثلا شي مناسبة ديال مثلا شي سبوع تلصقي فيها لي دراجي، او لا نديروهم هكا نحطوهم غير فوق الكوافوس ونحطو فيهم هكايا المواد هكا ديال الوجه، كريمات وداكشي. المهم انا غادي نوريكم ان شاء الله، انا غادي نخليكم معايا غادي نصبغها بعد هادي بهاد انا اختاريت دابا اللون اللي بغيتو نتوما. انا بعدا اختاريت هاد الفضي هذا لان غنخدم عليه الكري والبيض، تيجي مع هاد الفضي هذا تيجي غزال. خليكم معايا نديرو هادي بدا تنشف بتشوف الكاميرا. انا درت هادي باش ما تجي واحد الديكور غزال البنات، نتمنى بانه نوقف باش ما تخلقش. نحاول ندير داك الشبكة كاملة ديالي كما كيبان ليكم. هدا راه كيدخل تا لداخل، عندي ديك الصباغة في الكري ولكن هدا تيدخل لداخل دوك لما ديك سميتها غادي تشد ليا الوقت باش بانني نصبغهم بهادي. فرشو شي حاجة باش ما توسخ لكم الشيء على نقطة ديالكم. نحاول نصبغها الجناب تاعنا. صدقوني البنات يجيو هاد التليلات فنين رائعين وراقيين، تيتقاموا لك في الدار خاصين. انتم غتشوفو الديكورات اللي غادي نخدم عليهم. انا عندي 4 ديال التليلات، نحاول نخدم عاوتاني على هذا هو، نعطيه شويه ديال الوقت غير شويه باش صراحه البنات راه سخيف بيا. اما كما تيبان لكم هنا البنات ها هي كامله تصبغات، نخليها هنا تنشف لي مزيان نعاود نرجع ان شاء الله معكم. دوك السليلات اللي خدمت عليهم البارح اللي صورتهم لكم اللي درتها في الذهبي
وهذه كذلك في الذهبي، او كما تيبان لكم الذهبي هنايا مع الشمس ما تيبانش، ولكن راه ذهبي، هذا ذهبي. وهنا عندي هذا الفضي، هذا درت لي هذيك المرايه لداخل، مازال ما لاصقاش باقي، ما الله درته البارح باش نشوفو، غنشوفو لي دابا ان شاء الله نسالي الخدمه ديال الشقه ديال الدار، وغادي ندخل نصايب هادشي هذا، داكشي اللي صايبت ان شاء الله نصورو معاكم، داكشي اللي نحتاجها هو تجهدو هما الوريضات، شكدير ما شاء الله غزالين، كاين السينتا، ندير واحد السليله نحطها هنا، نبقى ندير فيها السرابت للصاله، خدت لها هذا الزرق هذا، وهادشي اللي كاين، نمشي نحطو بدا الفطر، هنايا عندي هادو هما، قطعتهم من واحد الفاز، مبقيتش محتاجاه. باش غادي نخدم عليهم بحال هكايا في اليد ديال السلات، نسوى في الطرف الدوري، نشوف هاد الدقلب، نخليوه ينشف، تينشف هادشي ونرجع ان شاء الله معاكم. هنا هي الشبيكة هنايا، هنايا عندي هاد الكابوس هدا هو راه هنايا راه سخن، نحاول نبدا نلصق هادو، هادو راه تيتباعو بدرهم، هاد الوريضات هادو راه غزالين، أنا خديتهم من دوك الناس اللي تيبيعو داكشي ديال الخياطة، أو لا تمشيو لهادوك اللي تيبيعو داكشي داك الزوق ديال اللي تيزوقو داكشي ديال السليلات ديال الخطوبة ولا هادي، نحاول نلصق هادوك كاملين في الجناب كما تيبان ليكم، تتبركو عليها شويه باش يشد داك اللصاق ديال الماء هو ديال الشمع، الا يعني مكانش ديرو هاديك كولا سبيسيال تاهي راه تتشد مزيان، هي كما تيبان ليكم هنايا تجي سليله غزاله بالغوزو الغوز البيض، نحاول ندورها كامله البنات بهذا بيض الغوز، البيض والغوز،
شكيل وغزال. هادي درت لي هاد الكري هذا على حسب بيت النعاس، غادي دي غادي نحطها في الكوافوز، غادي نعمر فيها دوك الروايح والكريمات ديال لي يدين داكشي. نقرب لكم داد هاد الوريضات هادو شوفي دايرين، نقرب هنا تيبان لكم وريضة فنة. ولا بغيتي ديرو غير وريضات من التوب هكا، شي توب عندكم شايط في الدار ما بغيتوش ولا شي حاجة. المهم الفكرة انا تنعطيكم هدا، وبنادم راه الحمد لله اللي معطي لي هادشي هدا، راه ما شاء الله راه تيتفنن في هاد. هاهي راه كملت هنايا بهاد بهاد سميتو كاملين. هنا غادي نحاول نخدم على نطلع شويه الكاميرا، اوكي نحاول نخدم شويه على هاد هاد اليد ديال هنا عندي هاد السنتة هادي تتباع حتى هي بجوج دراهم المتر. هادي هي الغوص، نحاول نخلي شويه هنايا ندير لها بحال هكا من الغوز ولا الكري ولا البيض، حتى البيض يجي بزاف. نفضل الغوز، صدقوني هادو تجي هاد السليلات هادو فنين. اوكي الا عندكم شي مناسبة ديال شي زيادة اولا شي خطوبة اولا، غادي يحاول بنادم يدير اللوينات اللي غيحط عليهم اولا شي خطوبة بحال هكا، ديري واحد ربعة سليلات ولا خمسة، تحاولي تعمريهم داكشي ديال الخطوبة. هنا راه مترو راه الثاني باش ندور لهاد اليد التسليله كامله. هنا تيبقى خليت واحد الشريط شويه طويل باش نحاول بانني ندير لي داك البابيون، نحاول نسقو شويه هنايا باش يخليني نخدم داك البابيو. هاكايا بصراحة واخا درتو شويه صغير معليش، نحاول بأنني نخدم عليه. بغيتش نزرب الكاميرا باش زين بهاد اليد ديال السلة. نحاول نثبتوهم لتحت مزيان بهاد هادي هي
تتبان لكم هنايا. تنخليو هذا هابط هكايا وانا نحاول ندير عندي هنايا هاد هادو هما حتى هما تيتشراو بدرهم حتى هما نزين بيهم. الناس يعطيو اليد واحد النظرة غزالة. هادو راه تيديرو غير بدرهم. كاينين اللوينات اللي بغيتو انا فضلت الغوز و تيجي مع الكري. نتوما تشوفو اللوينات اللي بغيتو، وانا خديت لوينات اخرين ولكن هاد السليله هادي غادي نشاركتها معكم بالغوز و الكري. الفكره وصلتها لكم وما شاء الله بنادم اللي عندهم هذا الشيء هذا راه غادي يعرف كيفاش يتفنن. هنا نحاول نعاود ندير نصايب ديك بابيو اليد الاخرى. نحاول نقص لي هادي اليد هاد السين حتى شويه. نحاول نلصق شويه نقرب شويه هادي لهنا. درت واحد العريج ديال واحد الغرس ورشيتو بالضوغي. هنا عندي مرايا دوك اللي تيتباعو وقع المحلات ديال 3 دراهم. نحاول حتى هي نلصقها هنايا لتحت. ديريها هنايا تحاولي بانك تبقى لاصقه هنايا شاده هنايا مزيان في الوسط. هي لصقت هي الشبكه ديالي. تنتمنى تعجبكم. انا نعمرها بالمكياج ونصورها لكم تشوفوا كيفاش طلعت. خليكم معايا بنات. ها هي السليله وجدات اللي كتبان لكم هنايا غزاله طلعت. هذا راه غدل ديال هكايا ومره هذه في الدوغي. ها هي كما تتبان لكم هنايا. وزوقت لي هاد اليد ديال هكايا بالسينتا. هادي ديجا صبغتها معاكم راكم شاهدتو. هنايا هنا الفوق صايبت ليها هاد اليد هادي. درت ليها داك هاد سميتو هاد العرش ديال الفاز. طلعت ما شاء الله غزاله. هادي ممكن بانكم تزينوا فيها هكا. انا باغا نحط فيها هادشي هكا ديال
سميتو فوق الكوافوز، عندي الكوافوز نيت بالكري. و انا عطيت لكم افكار ممكن بانكم نتوما تبقاو تفننوا فيهم. هكايا ديروا الروايح فيهم، ممكن هكا الى عندكم شي حد هكايا تعمروا هادشي ديال داكشي ديال جونسون ولا داكشي ديال الدراري الصغار هكايا زينو، تدي لهم سليله هكايا ديكوريه بهذا الشكل هذا غطلع غزاله، وتتسمى تديو لانه تديو شبيكه هكا راقيه. نتمنى تعجبكم هذه الشبيكه هذه وتجربوها، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجيم. تنشكركم بزاف الى فيديو مقبل ان شاء الله.